فيها أمام الغرب. التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لواء الركن محمد أحمد الخضر رئيس هيئة التفتيش العسكري الكويتي لبحث التعاون العسكري بين البلدين والجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب واستقرار المنطقة. وأكد حجازي على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بأشقائها ودعم ركائز الأمن القومي المصري والعربي في كافة المجالات. ومن جانبه أشاد اللواء الركن محمد أحمد الخضر بالعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين وأهمية التعاون المشترك في الحرب ضد الإرهاب.